الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، اليوم سنتحدث عن موضوعات خارجية هامة، وسأؤجل الحديث في القضايا الداخلية التي نعلم جميعا تطوراتها المأساوية، والتي نريد دائما أن نصل فيها إلى تسوية وحلول سياسية تجمع الأطراف المتنازعة إنقاذا لمصر. أنا عاوز أتكلم النهاردة عن الإسلاموفوبيا ومشروع الشرق الأوسط الكبير اللي سمعناه من إدارة بوش. يعني إحنا نبتدي بالربيع العربي اللي انفجر في تونس وامتد لمصر وسوريا واليمن وليبيا، وشكل صراعات مسلحة في العراق وسوريا ولبنان وبعض الأحداث في الجزائر. ده كله الحقيقة كان نتيجة القمع واعتماد السياسة الأمريكية على وضع حكام يستطيعون قمع شعوبهم ولا يتمتعون بالشعبية ولا يسمحون للشعب أن يقول رأيه. انهار هذا البنيان بقدوم الربيع العربي. الربيع العربي ابتدى من سنتين أو من ثلاثة، وفي ناس بتقول أنه انتهى، ولكن أعتقد أن الربيع العربي مستمر لسنوات وسنوات، لأن الشعوب بالفعل عرفت حقوقها ولم تعد تقبل الحكم الشمولي الذي يحكمها فيه رجل واحد بسلطات مطلقة مغلفة ببرلمانات مزيفة وانتخابات مزيفة أيضا لرئيس الدولة. احنا فوجئنا طبعا في الشهور الأخيرة بحاجة اسمها تنظيم الدولة الإسلامية داعش أو ISIS، وده مصادره غريبة في التمويل والتسليح وظهوره مفاجئ، ويمثل ظاهرة غامضة لا نعرف من الذي موله وكيف أتى بالسلاح وكيف دخل إلى العراق ثم تواغل في سوريا، ولكنه في النهاية ظاهرة على أنه الأحكام الأنظمة الشمولية والأنظمة المصنوعة مثل النظام المصنوع في العراق لا تستطيع أن تبقى. وهنا يجب على الولايات المتحدة التي خططت كل هذا والتي ورثت السياسة البريطانية الاستعمارية التي كانت تتبع نفس الأسلوب، ولابد أن تغير أمريكا من فكرها، لأنه إيجاد حكام شموليين يقمعون الشعوب أمر لم يعد يتناسب مع القرن 21، ولم يعد يقبله الشعب في أي مكان، لأن ثورة المواصلات أبرزت للناس ما هي الحرية وما هي الديمقراطية، وأصبحت الناس لا تستطيع أن تعيش في ظل القمع والقتل للأنظمة الشمولية. الحقيقة أنه الحرب، يعني هنتكلم عن الإسلاموفوبيا. احنا نذكر مذكرات نيكسون، اول واحد تنبأ بأن الحرب القادمة بعد انتهاء الاتحاد السوفيتي هي الحرب بين الغرب والحضارة الغربية وبين الإسلام. بعد كده جت لنا نظرية هانتنغتون، بروفيسور هانتنغتون ده
عمل كتاب اسمه The Clash of Civilization، صراع الحضارات. صراع الحضارات تنبأ فيه بأنه بانتهاء الحرب الباردة، بنهاية الحرب الباردة سيبدأ الحرب بين الحضارات، وبالذات الحضارة المسيحية الغربية والحضارة الإسلامية. وبرد نظريته تبريرات كثيرة، والحقيقة جه بعد كده فرانسيس يوكوهاما، تلميذ هانتنجتون، وقال إن إحنا وصلنا إلى نهاية التاريخ، وإنه العالم كله هيبقى دولة واحدة. وتحدث أيضا عن جذور التناقضات بين الحضارة الغربية والإسلامية. هناك كتاب ظهر في الستينيات اسمه مذكرات غريب قوي، لأنه تنبأ بحدوث شيء يماثل ما حدث في 11 سبتمبر، وده طلع في الستينات، وألفه مؤلف ألماني يوصف بأنه نازي وينتمي إلى اليمين المتطرف الذي يحاول خلخلة النظام الأمريكي في حادث أوكلاهوما المعروف وفي حوادث أخرى. فهذا الكتاب قال أو ذكر فيه نظرية لمهاجمة النظام، وهي بالضبط ما حدث، يعني مهاجمة واشنطن والبنتاغون بالطائرات، وأيضا نيويورك وواشنطن. يعني طبعا هذا يمكن كان تخيل، شيء متخيل أو يعني تخيله الكاتب أو خياله، ولكنه يفصح عن وجود عدم رضا من اليمين المتطرف الأمريكي عن وجود أو قوة أو حضارة إسلامية. وبعد كده جت حاجة اسمها المحافظين الجدد، تنظيم النيو كونسيرفاتيفز. المحافظين الجدد دول عملوا تكتل يميني متطرف، وبعتوا للرئيس نيكسون، ويمكن قبليه لكلينتون، بعتوا له جواب موجود في المستند، موجود بيقولوا له فيه انه لازم يهاجم العراق ويضربها. العراق في ذلك الوقت وحتى اخر الوقت لم تكن لديها اسلحة نووية، ولم ليس لها علاقة بالقاعدة، وليس لها علاقة بالارهاب. اذا ما سبب الهجوم الذي اقترحه المحافظون الجدد؟ هو عبارة عن ضرب دولة والتغلغل في منطقة الشرق الأوسط، وإبراز أو تنفيذ ما يسمي بمشروع الشرق الأوسط الكبير، وما أسمته كوندوليسا رايس في ذلك الوقت بالفوضى الخلاقة. هم كانوا معتقدين أن ضربة الغزو دي ستنشئ فوضى هتستفيد منها الولايات المتحدة في تنفيذ مخططاتها في الوطن العربي وتنفيذ مشروع الشرق الأوسط الكبير. هذا الفكر أظن أنه اتضح الآن
أنه خاطئ، وخاصة بعد أن شهدنا الربيع العربي الذي بدأ من تونس التي أحييها وأحيي ثورتها وربيعها، وأحيي عدم تدخل الجيش أو الشرطة في الأمور السياسية. لما ابتدى الربيع العربي تتهاوت نظم كثيرة، يعني قامت ثورة في سوريا وقامت ثورة في اليمن، وانتشر هذا الأمر حتى في الدول التي لم تقم فيها الشعوب بعد ضد حكامها. كده يبقى الإدارة الأمريكية يجب أن تفكر في تغيير النظرية التي قامت عليها، وهي الاعتماد إنشاء ما كان يسميه الرئيس مبارك استقرار. استقرار يعني قمع، يعني هدوء بالقمع واستقرار بالقمع، وليس استقرار لمصلحة الشعب، وإنما هو استقرار الحاكم الشمولي على مقدرات الشعب. قد تكون الولايات المتحدة والغرب قد أحرجت عندما قامت أحداث 3 يوليو في مصر، أحرجت أمام شعوبها فصدرت تصريحات غامضة تحيي من جهة الشعب المصري وتلطف من جهة في حديثها مع سلطات 3 يوليو، ولكن ما زالت الأمور أعتقد في واشنطن وفي الدول الغربية التي تساهم مع أمريكا بطريقة مغطاة وليس بالصراحة الأمريكية، القوة الأمريكية. يعني إذا نذكر زيارات أشتون لمصر وقت بعد 3 يوليو، وإنه يعني تصريحات كثيرة تقال، ولكن هم في الواقع يؤيدون الخط الأمريكي الذي يؤيد وجود حكم مصري مستقر تحت أي حكم، وليس من المهم أن يكون هذا الحكم حكم الشعب أو حكما ديمقراطيا. لما نيجي نقول بقى هنشوف الهجمة على هنشوف الإسلاموفوبيا، الرئيس نيكسون الرئيس بوش لما أعلن الحرب على العراق أعلن الحرب على ما أسماه الإرهاب، وربطت دائما السياسة الأمريكية الإرهاب بالإسلام، وصار هذا حتى في الصحافة والتلفزيون الأمريكي وحتى الآن. والغريب في الأمر أن الإسلاموفوبيا انتقلت من الغرب إلى الدول الإسلامية ذاتها التي أصيب حكامها بداء الإسلاموفوبيا، بداء ما يسمى بالإرهاب. الحل بسيط جدا، إن الشعب يحكم، ولكن إنك أنت تقمع شعب وتسمي هذا القمع حرب على الإرهاب، ده المسألة فيها نظر. وإحنا لما نبتدي كمان نشوف الهجوم ابتدى ازاي، نجد انه ابتدى على افغانستان وهي دولة مسلمة، ثم العراق وهي دولة مسلمة، ونلاحظ في باكستان مثلا ان الطائرات الامريكية بدون طيار بتقصف مواقع الاسلاميين المتطرفين او غير المتطرفين. نلاحظ ضغوط من الأمريكان على كل الدول الإسلامية بتعديل مناهج الدراسة للدين الإسلامي، بحيث أن هم يجعلوا الطلبة
يتخرجوا بعقيدة إنه يعني ما يحدث للدول المسلمة هو أمر جيد، وإن هذا هو قضاء على الإرهاب وليس قضاء على الإسلام أو ضد الإسلام. إحنا في يعني هذه الأمور كلها محتاجة إلى إن إحنا نفكر في الأمر ونتتبع خريطة العدوان، ونرى أن العدوان فقط على الدول الإسلامية، ونشاهد أن الدول الغربية سمحت لبشار الأسد أنه يقتل 200-300 ألف سوري ولم تحرك ساكنا. أنا أذكر المشاهدين بجزيرة صغيرة في أندونيسيا كان يقطنها مسيحيون، وقام المسيحيون بثورة مطالبين باستقلال الجزيرة، أو على الأقل بحكم الجزيرة حكما ذاتيا بموجب انتخابات، وكان الأقباط المسيحيين هناك أغلبية. فقامت الدنيا ولم تقعد، وفعلا ضغطوا على أندونيسيا وعملوا انتخابات وجابوا حكام مسيحيين. جزيرة صغيرة العالم كله قام وانتفض من أجلها. كذلك نجد أنه اللي بيضرب في العراق وسوريا من كندا إلى أستراليا، يعني أوروبا وأمريكا وأستراليا، كل هذه الدول من مصلحتها إن هي تنشئ الفوضى وتنشئ الخراب وتسكب الدماء في دول إسلامية، ولم تفعل ذلك في أي دولة مسيحية قامت بها، أو في أي دولة غير إسلامية قامت بها ثورات شعبية أبداً. فيعني دلوقتي المسألة محتاجة من الدول الإسلامية والدول العربية عودة إلى دراسة هذه المواقف، وتحتاج من الحكام العرب أن يتفهموا أن عهد الشمولية قد فات، وأن لشعوبهم حتى لو كانت ساكتة وساكنة الحق في أن تحكم والحق في أن تختار حكامها. فنحن على أبواب تغيير شديد جدا. هناك اعتقاد من الحكام بأنهم بأموالهم وجيوشهم وشرطتهم سيستعيدون الاستقرار وسيستمرون في حكم البلاد العربية والإسلامية، وأعتقد أن هذه النظرة نظرة قاصرة لا تأخذ في اعتبارها التطورات التي تحدث في العالم كله، ثورة المواصلات، ثورة الاتصالات. يعني لم يعد من الممكن أن يخفي أحدا ما يحدث في بلد ما. كان في السابق بتحدث مذابح دموية وتقوم انقلابات ولا يعلم العالم عنها شيئا، ثم يفاجأ بحاكم يتولى السلطة. وكان الغرب بيتعامل مع هؤلاء الناس، والغرب ما زال يتعامل مع الحكام الشموليين خوفا من يعني أو حفاظا على مصالحه في المنطقة. وهذا الموضوع ما زال في بدايته، ولكني أنبه وأحذر الشعوب والحكام العرب والمسلمين من ضرورة إعادة بحث الموضوع وإيجاد حلول سياسية وليست حلول أمنية شرطية وانتقامية وقمعية.